انا شلت لك حاجتك في الدولاب اللي هنا ده. المايه نازله تلج يا فاطمه. هو السخان مش شغال ولا ايه؟ لا مش شغال. نسيت الشاحن على الكومودينو. بقول لك ايه، مفيش حد عنده تليفونات زي بتاعتنا هنا؟ لا. انت ما بتردش ليه؟ ده الدكتور رفعت اكيد هيسالني على حاله انا كنت بتابعها يعني. طب ما ترد، مش يمكن حاله خطر؟ لا مش عايز ارد. بقول لك يا فاطمه انا هنزل اقعد مع امي. طب بقول لك ايه، لازم تجيب لي شاحن. ايوه حنان. ايهاب لو سمحت انا عايزه اشوفك. طب انت ليه ما جيتيش مع اخواتك الاسبوع اللي فات؟ ينفع نتقابل النهارده؟ علشان ايه؟ كل اللي عندي انا قلته خلاص. عاوز اتكلم معاك، ممكن؟ ممكن طبعا. تحب نتقابل فين؟ فاطمه انا هنزل مصر، عاوزه حاجه من البيت غير الشاحن. انت هتنزل مصر عشان تجيب الشاحن؟ لا طبعا، الدكتور رفع بيعمل عملية خطيرة جدا، انا عملت زيها وهو عاوزني معاه. ده في مستشفى بابا؟ لا في مستشفى الجامعة. طب هو مفيش دكتور غيرك؟ ده احنا لسه واصلين. فيه يا فاطمة؟ قلت لي رد على التليفون، رديت. الدكتور رفع بيعمل عملية خطيرة، اعمل ايه؟ انا هغير هدومي. والله حضرتك امبارح كان عندي ميعاد عشان المكسر الجديد اللي كنت هجيبه للاستوديو، بس للاسف الميعاد اتاجل. انت اللي اجلته ولا هم اللي اجلوه؟ اجلوا خلاص يا بابي، هتفرق في ايه؟ لا حضرتك انا اللي اجلت الميعاد، حسيت اني مش مستعد دلوقتي لاي التزامات ماديه كبيره، وخصوصا ان اكيد يعني حضرتك عارف مشكله الارض اللي جدت. اكتر حاجه بحبها فيك يا يوسف انك انت بتجيب من الاخر من غير لفه ودوران. وانت شايف بقى اللي جاي عامل ازاي بخصوص الارض يعني؟ اكيد. لا والله حضرتك انا ماليش ان انا اشوف، في قاضي هو مسؤول عن القضيه، هو اللي يشوف براحته. ولو القاضي شاف ان الحق مع عمكم مش معاكم هتقدر تكمل؟ تكمل ايه بابي بالظبط؟ مشروع الاستوديو هتقدر تكمل؟ والله في محامي مسؤول عن القضيه وهو مطمنا، وبقول ان شاء الله ان هي تكمل على خير، ما تقلقش حضرتك. طب يا اولاد انا هطلع اريح شويه عشان عندي ميعاد مهم جدا بالليل، عايز اروح فايق. عن اذنك يا يوسف. عرفت بقى انا ليه اصلا ما بقتش احب اجي هنا؟ على فكره بابي بجد عنده ميتنج بالليل وانا مش من امبارح خالص. ده بس اللي خدت بالك منه؟ ما شفتيش طريقه حواره معايا عامله ازاي؟ يوسف اي حاجه بابي يقوله دخلها من هنا وطلعها من الودن التانيه. احنا خلاص مكملين مع بعض مهما كان اللي هيحصل بقى، حتى لو الفلوس دي ما جاتش. في حفله خطوبه اتعملت بابي عزم فيها كل اصحابه، يعني هيكون منظره زي الزفت لو رجع في كلامه. هيكون منظره كأنه كان بيبيعني ليك عشان فلوسك. طيب انت فاهمه معنى كلامك؟ معنى كده ان هو هيجوزني ليكي غصب عنه. طب وماله؟ ماله؟ هو كان غصب عني انا؟ يلا بس يلا. يلا فين يا حبيبتي؟ يلا ننزل، يلا نعمل اي حاجه يا يوسف. لسه مواعيدك مظبوطة. ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. تحبي تشربي ايه؟ قهوة على الريحة. مترو. قهوة على الريحة من فضلك. حنان عاوزة تتكلمي معايا في ايه؟ ايه الجديد اللي عندك اللي اخواتك ما قالوهوش؟ متهيألي كل حاجة اتقالت لحد ما وصلنا للخناق والضرب. انت واخواتي ما اتكلمتوش في أهم حاجة،
الحاجة اللي مخلياك معاند، مش عايز تتفاهم معاه. اللي هو ايه؟ أنا. سيبك بقى من الكلام على الورقة والمبايعة وحقي وحقكم. أنا لو ما كنتش رفضتك زمان كنت ممكن تقعد وتتفاهم وتتكلم. أنا جاية النهاردة عشان أعتذر لك. أنا أسفة. أسفة لو زمان كنت جرحتك. بس ما تخليش حاجة حصلت بين اتنين عيال في الجامعة توصلنا لخناقة من النوع ده. انت ليه رفضتيني زمان؟ هو انت ليه مصر تفتح اللي فات؟ وليه لا يا حنان؟ ليه لا؟ انت اللي فتحت السيرة وانا من حقي اعرف اجابة السؤال ده. اللي ما كانش عندي لقيتيه في الراجل اللي انت اتجوزتيه. اوعي بقى تقولي نحن اخوات زي ما قلتي. انا عايز اعرف ايه السبب الحقيقي. احنا كان في بينا حاجه، حكايه مش قاعده ولا اتنين. احنا كنا ايام الجامعه تقريبا كل يوم مع بعض لمده سنه كامله. لما جيت اتقدم لك قلت لي ان احنا اخوات. ما كانش حب. ما كنتش بحبك يا ايهاب. هكلمك بمنتهى الصراحه. احنا فعلا كنا قريبين من بعض في الجامعه جدا. بحاول أقنع نفسي إن أنا بحبك لغاية ما ظهر دياب وحبيته غصب عني. حبيته. كنت عايز نعمل إيه؟ ها؟ أتجوزكم أنتوا الاتنين؟ أتجوز اللي شك إن أنا بحبه واللي بحبه فعلا؟ ليه ما قلتش الكلام ده وقتها؟ ليه؟ لأنك ما كنتش هتفهم ولا هتقدر ساعتها. وانا قصدت ان علاقتي تفضل سنتين في السر مع دياب عشان ما اجرحكش، عشان ما تقولش سابتني وارتبطت بواحد تاني. وقلت خلاص هنبقى اخوات. بس انت ما قدرتش تنسى. ما عرفتش تنسى. مع انه عادي، والله العظيم عادي، بتحصل. وبعدين ما انت كمان حياتك ما وقفتش عليا. اتجوزت وبقيت دكتور مهم ومراتك ست كويسه ويمكن كمان احسن مني وعندك ولاد ربنا يخليهم لك. يبقى ليه بقى؟ ليه ما نبقاش اخوات؟ ليه نعمل في بعض كده؟ ليه؟ اشتريتيني يا حنان. سجدتيني. ايوه سجدتيني. من فضلك اتكلم معايا كويس زي ما بتكلم معاك. تطلعي من جوزك ونتجوز وساعتها بقى انا هتنازل عن القضيه. صعب قوي مش كده؟ كلام مش منطقي. انت حاسه دلوقتي انت مش مصدقه نفسك، مش قادره تنطقي ولا كلمه، وشايفاني وقح ومجنون ومعنديش دم مش كده؟ هو ده نفس الاحساس لما كان بيجيلي حد من عندكم
يطلب مني اتنازل عن حقي. هو ده نفس الاحساس اللي انت حاساه دلوقتي صح؟ بعد اذنك يا بنت عمي،